السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن شهواتناني كنقترح عليكم اليوم واحد الوصفة اللي هي عبارة عن تطبيق من قناة سعاد ركن النكهات، اللي هي الحرشة بالحليب والكوك. صراحة هذه الحرشة هذه كتجي زويونة بزاف، طعمها لذيذ ومقرمشة، يعني تستحق التجربة. بالنسبة للأخت سعاد فهي عملتها بشكل فردي، يعني عملتها ميني، أنا لا عملتها قطعة كبيرة وعملت نصف المقادير، لكن كتبقى الوصفة رائعة جدا وتستحق التجربة. تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله يعجبكم هذا الاقتراح وفرجة ممتعة. بسم الله. بالنسبة لهذه الحرشة هذه فأنا خديتها من قناة ركن النكهات للصديقة العزيزة سعاد. فهذه الحرشة هذه كتجي لذيذة بزاف، هي عملتها بشكل فردي. أنا نقدر إما نعملها يعني كبيرة أو لا نعملها نفرقها غير على زوج، يعني زويجات متوسطين. فكتجيب الكوك، وانا ضفت عليها لان كتعجبني مع الكوك نكهة البرتقال، يعني قشور البرتقال وبالحليب، يعني هذا الشيء اللي كيميزها. عندي هنايا نص كيلو ديال السميدة رقيقة ديال الحرشة 500 غرام. عندي هنايا مبدئيا عندي تقريبا 200 مليلتر ديال الحليب. الحليب في حرارة الجو، وغنشوف واش غادي نزيد ولا غادي ندير قل. نص كاس، اقل من نصف كاس ديال العنبة ديال الزيت. عندي هنا كاس لاروب ديال الكوك او لا جوز الهند. عندي معلقة كبيرة عامرة مزيان ديال السكر. عندي هنايا ساشي او 7 غرام ديال الخميرة الكيماوية او البيكنج باودر مع الملح. وعندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال السكر فانيلا مع المبشور ديال البرتقال. غادي ناخذ هنايا هاد المقادير هادو الجافه، هادي تاع النكهه فاني وقشور البرتقال، كتعرفوا مبدا الخدمه ديال الحرشه. نضيف جوز الهند، الملح، بالنسبة للخميرة الكيماوية أو لا بيكنج باودر غادي نغربلها. غادي نخلط هاد العناصر مزيان. غادي نضيف الزيت وغادي نبسس هاد السميدة، يعني نلبسها كلها بالزيت. غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت، كنت قلت لكم اقل من نصف كاس، لا عملوا نيت نصف كاس كامل. هانتوما كتلاحظوا ها هي السميده ديالنا كلها تلبسات بالزيت. عرفتي المقادير كلها غير حراره الجو، وما نقولكمش على درجه البروديه اللي حسيت بها دابا، فعلا كنحرك غير بالزيت. غادي نبدا نضيف الحليب. اعتقد غادي نحتاج الحليب. يعني انا كملت تقريبا 250 مليلتر ديال الحليب، ولكن غادي نزيد واحد شويه جهد باش نخليها وتشرب، لان هذا يلاه القياس باش نقرصها، ولكن كتعرفوا خصنا نخليوها واحد شويه على جنب باش يلاه ترطب لينا ديك السميده. هنايا غادي نكون عملت ربع لتر زائد واحد الشويه، داك الكاس كيهز ليا ربع لتر، وزدت عليه نقدر نكون شي زوج معاك ولا ثلاثه. عموما راكم كتعرفوا القياس ديال الحرشه، ها نتوما صافي، ها هي دابا مرخوفه، ولكن على ما نجمع هنايا ونخليها غير واحد الشويه غتكون مناسبه للعمل.
كتعرفوا راه ما كتعجنش، فقط كتخلط. وهذه نخليوها هنايا، ما شاء الله الريحه اللي طالعه ديال الكوك والنكهه ديال البرتقال يعني رائعه بزاف. هنايا تقريبا الله جمعت هنايا وما كملش ربع ساعه، تاخذوا واحد شويه ديال الزيت مع السميده غادي نخلطوا من طبيعه الحال هذا باش غادي نقرصوا. نغرش هنايا غادي نقرصها فوق هذا الورق. كنحاول نقادها باش دوك التشققات ما يبانوش. كما لاحظتوا استخدمت هذا القالب هذا، هذا الزجاجي هذا باش يعاوني صراحه باش نحكم فيها في الحجم ديالها باش ما نبقاش غير نضرب. يعني بغيتها تقريبا يكون فيها شي 30 سنتيم هذا القطر نتاعها، هذا القالب هذا راه في القطر ديالو 30 سنتيم. كما لاحظتوا قلبتها في يعني حطيت فوقها فوق القالب المقله وقلبتها وسويت ليها الجنيبات هكذا يعني دفعتهم لداخل واحد الشويه وعاود رشيت هذا الخليط ديال السميده والزيت. دابا غادي نحطها فوق النار طيب بشويه عليها. مجرد ما تلاحظوا ان هاد الجنيبات بداو تيقصحوا يعني كديروا يديكم ورغم ذلك يعني ما كتمشيش يعني كتحبس في الاول فاش يلا كتحطوها كتبقاو ديروا الصبع كتقاد البلاصه، لكن غير كيبدا يدخلها الطياب هانتوما كتلاحظوا راه كتقصح واحد الشويه. غادي نبقى معاها هكذا وغادي نستعين بشي حاجه باش غادي نقلبها وغنكمل الطريقه بنفس الطهي، يعني غنبقى ندورها بشويه 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 حتى تحمر، يعني هي كتاخذ واحد شويه ديال الوقت. ملي كتهزوا المقله وكتحركوا بحال هكذا كتبان لكم الحرشه كتحرك من بلاصتها فكتعرفوها انها يعني نضجات بواحد النسبه وكذلك ريحتها باديه كتعطي. فانا غادي نحاول نقلبها طبيعة الحال كتعملوا شي حاجه. انا هانتوما هذا راه الفون ديال واحد المول دوك اللي كيتحركوا هانتوما، فهذا هو اللي كنخدموا دائما انايا كنستعين به كندفعوا تحتها هكذا وكنستعين ثاني بشي كرتونه اخرى باش كنشدها وكنقلبها. يعني اتمنى الفكره تكون وصلت. عرفت واش وضحت لكم القضيه؟ راه فاش كنت كنصور هذه سخونه وما قدرتش نهزها استعنت بواحد المنديل، راكم شفتوا ديك لاسباتيول الكبيره هزيت بها وبديت كندفع هذه كندفعها تحتها حتى دخلتها تحتها كامله وجريتها لعندي. طبعا كحال كتسخن درت من تحتها واحد الفوطه وحطيت هذه الكرتونه هذه من فوق وقلبت بها. يعني اتمنى الفكره تكون واضحه. ضروري تستعينوا بشي حاجات لان صعيب هذا الشيء هذا الحرشه اللي بهذا الحجم هذا تقلب. طبعا كحال لاحظتوا انني رشيت عليها قبل يعني راه كنت كنقادها في المقله وكنرش على الوجه هذا الخليط هذا باش ملي نقلبوها ثاني طيب بشويه عليها وما تحرقش. غادي من بعد ان شاء الله غادي نسوس هذاك الفائض. الا بغيتوا تعاودوا تزيدوا تحمروها من هذه الجنيبات مع انه صعب جدا اننا نطيبوها بواحد الطياب متساوي. دابا غادي نكمل لها الطياب ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله. اخواتي الحرشه ديالنا ها هي طابت صراحه كتجي زوينه وريحتها يعني كتشهي بزاف. واحد الملحوظه بالنسبه للسكر انا لاحظت عملت واحد المعلقه كبيره فقط، علاش؟ باش ملي نقدمها
اللي بغى يقدمها مع المربى هانتوما كما كتشوفوا، اللي بغى يقدمها مع العسل. انا هنا كتعجبني الحرشه كما كانت مع الجبن والعسل، ولا الجبن والكونفيتور. اللي بغى يقدمها مع نوتيلا، مع اي حاجه، يعني كيجي طعمها شويه، يعني ما كتكونش طاغيه عليها الحلاوه، باش منين كندهنوها كتجي هي هذيك. هانتوما كتشوفوا هذا الوجه الثاني اللي قلب، تلاحظوا كيذهب احسن من الوجه الاول. الوجه الاول ها هو داك الاولاني اللي طيبنا، كيجي شويه يعني محمر، ولكن الثاني تحكمت ليه في طيابه فجا مذهب وزوين. هانتوما كتشوفوا كتجي رائعه بزاف، وريحتها ما نقول لكمش مشاهية بزاف بزاف بزاف.